الملاعين. من أين حصلوا على شيء كهذا؟ معلمي. ولو ما كلك معلمي وحسن الطلاع يا معلمي من سوق صناعة الزجاج اليدوي. رما 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 اين كنت؟ سهل. انا فتشت المكان بنفسي ولم اجدك. انا كنت هناك. سهل. غير معقول. انا فتشت المكان بنفسي، فتشته بدقه. هل اظل صامته ام احكي لهم عن سد الدجل الغريب؟ ولكنني وعدته بان لا اخبر احدا. أخ، ماذا أفعل؟ اسمعني أولاً، لا توجد فتاة ضائعة، والأمر بحمد الله تمام التمام، ليست هناك مشكلة، ومن أخبرك بذلك تسرع ولم يفهم القصة كاملة. والشرطة سجنوني من تحت رأسيكما، سجنوني بتهمة بلاغ كاذب، فالبنت لم تكن ضائعة، والقصة مختلقة لا أساس لها. كاملة بالمسافرين ورايحين على فين؟ ماما أبو التلفزيون أريد أن أتكلم معك. ماذا تريدين؟ ثم لماذا تركت سريرك؟ ألم تنامي؟ هيا هيا كفاك سهرة. ما بك؟ لماذا لا تجيبين؟ لا، لن أكشف سر الرجل الغريب، لقد وعدته. أنا خائفة. ماذا قلتي؟ واحدة فيهم بتقول إنك هتتجوزي.
تتجوزها هي. بقى انا اتجوز الاشكال دي دول شغل لغايه لما يسافروا خالص، لكن لما اتجوز بجد، لما اتجوز بحق حقيقي. دائما تتفرج على التلفزيون. ألا من عم؟ لم تنام؟ لا، إنني أقرأ قصة حلوة. عم، أنا أكره التلفزيون. تصبح على خير. راما، راما. ما بيها. كنت سأكشف سر الرجل العام. لماذا غاب عمري اليوم؟ كنت سأحكي له القصة وهو يقول لي ماذا أفعل. لقد تأخرت اليوم عن موعدك يا عمر. تأخرت؟ ترى هل نسيت جدك أنت الآخر؟ هل يعرف أحدكم سبب غياب عمر؟ ذهب لزيارة جدي. وأين يسكن جده؟ في دمشق القديمة، كان زمان حكواتي. حكواتي؟ وهل تعرفين أنت معنى كلمة حكواتي؟ والدك مشغول عني بمشاكل الدنيا، يكاد أن ينسى أباه. آه، لو تعلم كم أحبك يا بني. أنت المستقبل والحياة، وأنا الماضي. ولكن هل يكون المستقبل والحاضر دون ماض؟
ما أحلى الحرية. والآن أنا جاهز. لأي شيء؟ لأي شيء. اسمع، كلمة لن أكررها، لن أسمح بأي غلط بعد الآن. يجب أن يتوقف مشروع سعيد، يجب أن يتوقف. هل تفهمان؟ نفهم. الحكواتي مهنة قديمة جدا، لم يعد لها وجود الآن، فقد استطاع أن يحل محلها جهاز التلفزيون. والحكواتي رجل يجلس في المقهى يقص السير الشعبية على الناس، مثل سيرة بني هلال، مثل سيرة عنترة بن شداد، وكانوا الناس يستمتعون بهذه القصص كثيرا لأنها كانت جميلة، فكان درجة استمتاعهم إلى درجة أنهم كانوا يندمجون في القصة، فكانوا يفرحون ويحزنون، أحيانا يتقاتلون، فهذا دفعهم إلى أن يتابعوا القصة يوما بعد يوم وجزءا بعد جزء. جدي، أنا تغيبت عن النادي اليوم كي أراك، لا شيء يشغلني عنك. مرحبا يا عواز. أهلا أهلا كركول. إلى أين أنت ذاهب يا عواز؟ إلى المدرسة. يا عيب الشوم يا عيب الشوم. عواز يذهب إلى المدرسة. لماذا تضحك يا كركول؟ أضحك عليك يا غشيم. المدرسة لا تنفع. أنت الغشيم، أنت الغشيم. ابن عمي عواز الثاني نصحني أن أذهب إلى المدرسة لأتعلم. ولماذا تتعلم؟ العلم نور والجهل ظلام يا كراكونز. وماذا تتعلم في المدرسة؟ القراءة والكتابة والحساب. الحساب؟ أي نحن جميعا نعرف الحساب. طيب سأمتحنك. هات هات وسنرى. 5 و5. خمستان. ها رأيت، أنت جاهل. سأسأل أصدقائنا. 5 و5 يا أصدقائي. 5 + 5 = 10. ها، ولكنك لم تحلها بنفسك، هم حلوها. لو كنت أعرف حلها إلى ما ذهبت إلى المدرسة. عواز عواز اسمع اسمع، أتأخذني معك إلى المدرسة غدا؟ أسأل أصدقائي، إن وافقوا أخذتك. ما رأيكم أصدقائي؟ خذه وعلمه يا عواز. لقد وافقوا. الحقني كركوت بسرعة، هيا هيا الحقني. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. هيا هيا يا صغار تعالوا واقتربوا، صندوق الدنيا صندوق العجائب. هيا يا ولاد الحارة لولو، هاتوا السحارة لولو، يدروب الشام لولو، يحلى الكلام لولو، شوفوا العجايب لولو، من عمي غالب لولو، عجبك عجايب لولو، وديان السند لولو، وجبال الهند لولو، وأمير وأمارة لولو، يا ولاد الحارة لولو، هاتوا السحارة لولو، هاتوا السحارة لولو. We'll be right back.
لولو رحلة تماسي لولو جد الحكواتي لولو يحكي الحكاياتي لولو عن ترو العبلة لولو شيبوب الأبلة لولو وبرز زيناتي لولو سيفو إسوارة لولو يا ولاد الحارة لولو هاتوا السحارة لولو يا ولاد الحارة لولو هاتوا السحارة لولو بدروب الشام لولو يحلى الكلام لولو شوفوا العجايب لولو من عمي غالب لولو عجبك عجايب لولو وديان السند لولو وجبال الهند لولو وأمير وأمارة لولو يا ولاد الحارة لولو هاتوا السحارة لولو هاتوا السحارة لولو أعزائي الأطفال أحبابي الحلوين، المعركة مستمرة والصراع لم ينتهي بعد، إنه سباق، سباق حقيقي. ابقوا معنا لكي نعرف من سيفوز أخيرا. يا دارنا الحلوة جميلة الأبواب، دومي لنا حلوة بالخس والعناب. يا دارنا يا دارنا دومي لنا بالخس والعناب.